السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله وصفتنا من الأطباق التقليدية المغربية اللي ما بتختناش في أغلب المناسبات ديالنا. اليوم غنحضرها لضيوف عزاز وغادي نديرها بطريقة جد رائعة. كيف قلت هي من الوصفات التقليديه، ولكن كلها كيقدمها بالطريقه المختلفه ديالو. اساسيات ديالها كنحتفظوا بها مع بعض الاضافات فقط، اللي ان شاء الله في هذا الفيديو نعطيكم جميع الاسرار ديالها وكيفاش تجيكم زوينه بزاف وتعجبكم وتحتملوها. فايت لي حضرتها في القناه جوج مرات ولكن فرضيه، ولان بزاف منكم اصروا انني نحضرها هكذا كبيره باش يتعلموا طريقه الطي ديالها، فاكيد ما غاديش نبخل عليكم. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل تحضير ديالها من اول الفيديو للاخر ديالو. نحتاجو معلقه كبيره تقريبا من السمن. بالنسبه للسمن فكيبقى ضروري بحال هاد الاطباق، كيعطي نكهه متميزه. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا ما تيعجبهمش ما غتحسوش به نهائيا، خصوصا انه طايب مع الدجاج، ماشي درناه حتى للاخر. كنديرو شويه ديال الزعفران. الشعره اللي ما عندهاش ممكن تعوضها بالدويمات ديال الزعفران، يعني واحد الكميه قليله فقط غادي نديرها من الاول، ماشي مشكل. غادي نديرو التوابل، معلقه صغيره من الفلفل الاسود او البزار، وجهد معلقه كبيره من سكينجبير او الزنجبيل. غادي نضيفو كذلك الخرقوم او الكركم، معلقه صغيره، وكذلك التوابل ديال البسطيله كتبقى اختياريه، كتعطي نكهه متميزه ولكن الا ما كانتش ممكن الاستغناء عليها كتباع في قريعات او حتى عند العطار اللي طبعا يكون ثقه. كنخلطوا هاد المكونات بشويه ديال الماء حتى كتجانس، يعني الناس من كيكون صلب مع البرد ما كيكونش دايب، فنحاولوا بهذه الطريقه نخلطوه ونوضعوا فيه الدجاج ديالنا. يعني ما نوجدو البصله، يعني ماشي شرط اننا نرقدو فيه او نخليوه يجلس واحد المده، لا، لان غادي نطيبوه على نار مهيله ما غنضيفوش ليه الماء اثناء الطي، فما غاديش يحتاج ف يعني بزز منه غادي يتشرب ديك التتبيله. طبعا غادي نديرو الدجاج كامل. بالنسبه للدجاج فهاد البسطيله كبيره فغنحتاجو تقريبا جوج ديال الدجاجات صغار شويه، او لا بغيتو تعبروا الدجاج جوج كيلو تقريبا، ماشي دجاجه يعني حيه جوج كيلو، جوج كيلو هو يعني هكا ينفصل ناضي. صافي غادي نستمر. انا كان عندي دجاج، ان هاد الضيافه جاتني على غفله، دجاج كان عندي في المجمد جهد جوج دجاجات ناقص منهم، يعني بعض القطع اللي طيبت منه، ماشي مشكل. وبالنسبه للبصله فانا عندنا تقريبا جوج كيلو مع جوج فصوص ديال الثوم، اللي غادي نقيوها اما نشلضوها او نستعملوا الاله ديال الفرم اللي كتفرم لينا اولا كتشلض لينا البصله. دائما كنصحكم بها لانها فعلا كتسهل الخدمه ديالنا. شحال هذه كنا كنبقاو نشلض، يا ما تشلض وعينينا كيبكيو، دابا دغيا ورا كيف قلت متوفرين انواع كثيره واثمنه مختلفه كلها على حسب الجهد ديالو، وكاينه حتى ديال اليدويه حتى هي كتساعد اننا يعني نخدمو بها. صافي غادي نفرم البصله ديالي كامله بهذا الشكل، وحتى الثومه معها نوضعوها في الكوكوت مباشره. نمشي نكمل وعاد كنديرو فوق منه الدجاج، يعني الدجاج من الاحسن يبقى من الفوق، وقبل من هذا الشيء نديرو كميه من زيت الزيتون او زيت نباتيه. انا درت نص كاس مخلطه، او ممكن ديرو وحده منهم فقط على حساب المتوفر. صافي غادي ندير الدجاج من الفوق، وراه غادي يوصلوا المذاق ديال الثومه وديال البصله، لان كما كتعرفوا البصله كتطلق الماء ديالها، وهذيك التتبيله اللي كتبقى لي كنعاود نزيدها. كنديروا باقة او قبيطه من المعدنوس، ما غاديش نديروه مشلض، واللي بغى تشلضوا ديروا، انا غنديروا غير بهذا الشكل هذا يطيب معاه. وجوج عبيدات من القرفه، صافي، وكنوضعوه على النار بحال هكذا. يعني في الاول غادي نديرها شويه مجهده، ومين يطلق الماء ديالو نقص باش نخليه يطيب على خاطرو، ما غنزيدوه حتى قطره ديال الماء، وكما غتشوفوا معايا غيطلق الماء كثير، وراه يعني البصله والجهد ديالها والمذاق ديالها راه غيوصل للدجاج. صافي ملي كطيب كنحيدو الدجاج من الفوق، يجينا ساهل، ما يهزيناش معاه البصله كثيره، نعزلوه بكل سهوله، وراه ما كياخدش لينا الوقت في الطياب لان الدجاج مقطع قطع صغيره. صافي كنزولوه بهذا الشكل، وحنحاولوا نقطروه مزيان من داك الماء ولا من ديك المرقه. كما لاحظتوا انا عندي قطع ديال الصدر بوحدهم، كما العاده ملي كنبغي نفرق الدجاج كنحيد منه الصدر باش كنديروه في الحشوات، ويعني ما كنطيبوش، داكشي علاش كيبان لكم انه معزول بوحديتو. وبالنسبه للبسطيله فانا كنوجدها ليله قبل، يمكن ليش في نفس النهار مثلا جايين الضياف الغداء نوض نوجدها في نفس النهار، ما غاديش يكفيني الحال،
لذا نوجدوها ليلة قبل نخليوها اما في الثلاجه، او في الاخير نوريكم طرق الاحتفاظ بها الا بغيتو تحضروها من قبل. صافي كنحيد العظيمات كاملين وكنحاول نفرتت الدجاج بيدي باش نتاكد ان ما بقاوش فيه كراجط والعظيمات. يعني كاين اللي كيستعمل مقص وانا منهم، ولكن انت كمبتدئه او لا بغيتي تاكدي 100% فرقي بيدك من الاحسن. في هذه الاثناء ميكون البصله كتضغمر والدجاج كيبرد كنمشيو نقليو اللوز الكميه اختياريه، يعني درت هنا نص كيلو، وكميه اخرى كنحضروا بها البراليني. هنا قليتو كما لاحظتوا في زيت بارد، راه ما بين لكم على حساب الاطاءه، خصو يتحمر في زيت بارده ونصفيوه منها ونخليوه على جنب حتى يبرد حتى هو. وبالنسبه للبصله كنخليوها كتقلى مزيان، وحنا مره مره كنحركوها حتى كنلاحظوا ان ما بقاش فيها نهائيا الماء، يعني كترجع ضغميره وكتعزل لينا الزيت على البصله. وكنضيفوا السكر، بالنسبه لكميه السكر فما غتكثرش لان البخاليني غادي نديرو مع هاد البصله، فما بغيتش يجيني حلوه اكثر من الجد. كندير معلقه ديال القرفه، وبالنسبه للبصله السكر كيف ما لاحظتوا درت غير جوج معالق، وكنستمر كنخلط حتى كتعسل مزيان وكتزيد تنشف. هنا نوجدوا البيض، بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا البيض ممكن، انا بالنسبه ليا البسطيله هي البيض، ما بغيتوش كتزيدوا في الكميه ديال البصله وكتخليوها غير هي كتعمروا بها مع الدجاج ومع اللوز صافي، لكم الاختيار. كيبقى يعني مساله اذواق. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا انا البيض وهذا فما كتحسوش به نهائيا، كيعقد لينا الحشوه وكتجي احسن، هذا في نظري. وكيبقى طبعا كيف قلت على حساب الاذواق. كنضرب واحد شويه وكنجهد العافيه ويدي ويد المغرفه، وانا كنحرك باستمرار حتى كتعقد وكتشد راسها، يعني تحريك مستمر ما كتبقاش لينا البصله في واحد البلاصه وحده. اعتذر للبيض ضروري تخلط وما نديروش مره واحده، يعني شويه بشويه، وحنا ما حدنا كنخلطوا وهي كتجمع كتجمع حتى في الاخير كنحركوا وكنطيب وكتبقى لينا على هذا الشكل. نبقاو كنستمروا كنحركوا حتى كتبان لينا ان الدخان اولا ديك البخ اللي طالع كينقص، يعني الماء ما بقاش. وباش نتفاداو اي مشكل نحاولوا نصفيوها من ديك المريقه اللي كتهبط ونخليوها في نفس الوقت كتبرد. يعني الدجاج ديالنا دابا واجد، البصله ها هي مع الضغميره اولا، يعني الضغميره بصفه عامه ها هي كتسقطر، وديك المريقه طبعا كيف كنوريكم دائما في الفيديوهات السابقه ما كتضيعش، ف كننفزقوا بها داك الدجاج اللي كيكون ناشف باش ما نحسوش به ناشف في البصطيله ديالنا، وطبعا ما يكونش فيه الماء. هنا غنوجدوا النوغاتين، يعني كاضافه للزين كتجي زوينه بزاف، 50 غرام ديال السكر، يعني هي المقادير ديالها باينه حتى شي تغيير. 50 غرام ديال الزبده، طرب المعلقه جوج معالق ونص الزبده، جوج معالق عامرين مزيان، ومعلق جوج معالق ديال الجليكوز او 50 غرام ديال الجليكوز باش يسهل عليكم انكم تزولوه مزيان دغيا، اما كنسخنوه في الميكرو اوند وكيسيل، اما كنستعملوا معلقه فازكه بالماء. كنديروا هاد المكونات بثلاثه فوق النار، وممكن طبعا نسموها باللي بغيتو مع التحريك بهذا الشكل باش ما يتحرقش لينا السكر. غير كنشوفوه بدا كيدوب كنبقاو كنحركو كذلك باستمرار حتى كيطلق الكشكوشه. ضروري ما تولي كشكوشه وحده، ما كيبقاش يبان لينا هاد الصفريه. عاد كنضيفو 100 غرام ديال اللوز كونكاسي. اللوز كونكاسي هو اللوز منقي ناشف ومهرمش فقط، يعني كنحصلوا عليه مهرمش ماشي بودر، هو كونكاسي. بالنسبه للمبتدئات يعني ما بعد ما تيسولوا شنو معنى كونكاسي، هو مهرمش صافي. ملي كنحصلوا على كشكوشه بحال هكا عاد كنضيفوا اللوز، كنطفيوا النار وكنستمروا بحال هكا كنحركوا حتى كنحسوا به يعني شد راسو بهذا الشكل. يعني ضفتو شويه بشويه، مباشره كنديروه في المول ديال السيليكون اللي غادي يطيب فيه. بالنسبه للمول ديال السيليكون اي مول بغيتو واي مول بغيت توفر لكم، غير هو يكون ديال الفران. ردوا البال انا هذا استعملت ماركه ديال السيليكومات الايطاليه ماشي المزوره، فهي ماركه مزيانه صحيه، ما كتلقش نهائيا ماده سامه اثناء التحضير. ردوا البال ملي تبغيو تشريو الماركه، وحتى الثمن عنده دور كبير، من هذه صحتنا ما نلعبوش بها طبعا. صافي غادي
نوزعوه بهذا الشكل، وخيبان لكم ما بقاتش ملي يكون كيطيب في الفران فهو كيترخى تيسخن وتي يعني كيشد لا فورم ديال المول. هنا كما لاحظتوا درت جوج مولات دائريين متنوعين، ماشي مشكل، غنحتاج غير واحد. نمشيو نطحنو اللوز ديالنا، يعني نصدق درت هذاك في وقت الفراغ ما يمكنليش نبقى واقفه. نتهناو نحيدو علينا ونمشي نوجد اللوز ديالي اللي غادي نهرمشوه فقط، ما نطحنوش. هاد الالفه هي غير كتهرمش، داكشي علاش راني كنطحن ومطمئنه ما كتوصلش للدرجه ديال الطحين اللي كتفرم. واستعملوا اي اداه عندكم وما نفرموه او نهرمشوه حتى يكون برد، ما يكونش ساخن وكيجيب هذا الشكل هذا باش كنحسوا به ما معجنش في وسط البسطيله. صافي غادي نستمر حتى كنطحنوا كامل، كيجينا بهذا الشكل. وغادي نضيفوا له المكونات الاخرى اللي هي السكر. بالنسبه للسكر فعلى حساب الذوق ديالكم، هنا درت تقريبا واحد الكاس، ان الحشوه ديال اللوز خاصها تكون حلوه. وطبعا نستعملوا سكر كلاسي ماشي السكر الخشن، وندير واحد المعلقه ديال القرفه، يعني اساس هذه الوصفه هي القرفه كنحسوا بها مزيان. وبالنسبه للزهر ما غاديش نديرو، غادي ندير السكر ديال زهره البرتقال، عندها نفس مذاق ديال الزهر باش ما نفزقوش اللوز، خصوصا انه بكثره ولا جانا فازق ما غاديش يعجبنا. غادي نجمعوه اولا غادي نرطبوه بالزبده، وماشي زبده مذوبه عادي كيف كنقول لكم دائما اللي درتها معكم في سلو في شباكيه في بزاف ديال الوصفات. ديروا الزبده نوازيت اللي هي الزبده كتذوب، وكنخليوها واحد شويه حتى كينشف منها الماء وكتاخذ لون بني بهذا الشكل. كنضيفوا منها واحد نص كاس تقريبا حتى كنحسوا باللوز ديالنا ميدم ما يبقاش لينا ناشف. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، وباش نتاكدوا ونحسوا به استعملوا يديكم. الدين في الوصفات المغربيه فضروريه اننا نخدموها كنحسوا بداك الشيء اللي كنحضروا كيفاش داير بالضبط. المعلقه كتبقى فاصل بيننا وبين المكونات اللي خاصنا كيف قلت نعرفوا كيفاش دايره القوام ديالها، واش مهدمه واش لا. صافي كتكون هكا كنحسوا باليدان ديالها مزيان. بالنسبه للبصل بعد ما نشف واستقطرناه غادي نضيفوا له البراليني، كيعطيه مذاق زوين بزاف، كيعطيه الحلاوه اللي محتاجها. وطريقه التحضير ديالو راه سهله، اما تشريوه جاهز او تحضروه. 250 غرام ديال اللوز كنضيفوا معاه، ماشي بزاف السكر، واحد 100 غرام تقريبا او نص كاس ما كاملش، وكنطحنوه هو سخون، يعني وكنحمروه بالقشره ديالو هو سخون، طحنوه مع السكر كيرجع بهذا الشكل كيطلق الليدام ديالو. وكنخلطوه، انا هنايا عندي بارد وجدته من قبل كان عندي في الثلاجه، لذا غنحاول نضغط عليه بالمعلقه باش ينسجم ليا مع البصله، كتجي دغميره لا يعلى عليها، لذيذه بزاف. جربوا هذه الاضافه البنات اكيد غتعجبكم، وما تشطروش ما تشطروش المكونات خصوصا اذا كنتوا غتحضروا شي حاجه اللي الناس يعني عزازين عليكم. بالنسبه للبصله كان فيها مازال شويه المرقه فخليتها نشفت تماما، رديتها نفس الكوكوت، عاد كنضيفها الدجاج باش كتعطيه يعني داك كدي تيدمو ما كيبقاش ناشف، وكي يعني كيرجع له داك المذاق اللي وديك العصاره ديال الدغميره. وبالنسبه للملحه كما لاحظتوا ما درش حتى ضقت، ما ديروش الملحه لان السمن مالح، الدجاج مرقد بزاف في الملحه، فحتى تاكدوا ان الدغميره ناقصها زيدوها في الاخير. اللهم هكاك ولا تملحوا، ولا جات ملحه بزاف مع الحلاوه ما كتجيش نهائيا زوينه. صافي كناخذوا الصينيه ديالنا، هذه 45 فما غاديش ندير هنا 45 كبيره بزاف، غتكون ناقصه واحد شويه. وديروا ثلاث طاجين المقله يعني الثقيله الكبيره، ممكن تستعملوها الا ما عندكمش، او اي صفيحه ديال الفرن الدائريه غير تكون كبيره. طبعا الا ما كنتيش غير عندك الناس بزاف ممكن ديري اقل من هذه المكونات، او ديري جوج صغار واحد شويه. صافي ندير الوريقات كما كتلاحظوا، كنبعدوهم كنديروا وحده على وحده، تقني جهد واحد الكف ديال اليد اولا اليد الا كانت صغيره ماشي كبيره بزاف، ما تعبريش في اليد ديال شي حد كبير، ولا كانت يد كبيره عبري بشي يديده صغيره اللي كنمزح معاكم. صافي غادي ندير ندهنها مزيان بخليط ديال الزبده اللي بقات لينا والزيت، يعني كما قلت الزبده ناشفه من الماء ما ديروهاش باش ما تفزكش لكم الورقه. وغادي نديرو الدجاج ديالنا هو الاول كطبقه اوليه، ونوزعوه مزيان بهذا الشكل
ما غنحاولش نوصل للجوانب. كيف قلت هذا 45 صافي، يعني صينية 45 بسطيلة كبيرة عليا بزاف. صافي غادي نزيد من الفوق، يعني كنا كنشوف، انا يعني كنت كنشوف الوالده ديالي شحال هذه كدير بين كل طبقه وطبقه الورقه، يعني كتحط واحد الورقه هكا ودير الطبقه الثانيه باش زعما كندوزو. انا ما كنديرهاش بصراحه، كنخلط كل شيء وكيبقى على حسب كما قلت الاضافه ديال كل واحد فينا. صافي كنستمر كندير هاد التغميره اللي مخلطه بالبراليني، ديروها البنات زوينه بزاف كتجي. صافي وغندير في الاخر طبقه ديال اللوز. الناس اللي كيبغيو يقلبوها صافي، يعني عندهم جوج ديال الصفيحات او الصينيات ديال البسطيله، كتبغي دير اللوز لتحت كدير فوق منه التغميره، عاد كدير الدجاج وكتقلبها باش تلمطها من التحت مزيان. فانا غنحاول نلمطها مباشره، مابقاش نقلب ونشقلب، وكنحاولوا نقادو اللوز بيدينا. ضروري يدينا اللي غتعطينا العبار مزيان وما تجيناش جهه خاويه وجهه عامره. لما كانتش مقاده يكونوا كنطويو فغيبان لينا، ونحاولوا نزيدوا مازال نقادوها. قبل ما نقلبوا غادي ندير واحد الورقه هكذايا، وكما لاحظتوا راه الورق وانا كنديرهم وانا كندهن ضروري ما تدهنوا باش تجيكم الورقه مقرمشه وما تجيكمش معجنه من الداخل. وكيف قلت خليط الزبده غير شويه والزيت حتى هو، يعني كملت به ونطويو هكذايا كنجمعوا دوك الاطراف، وعاد كما كتسميوها كاملين كنلمطوا البسطيله ديالنا. فكناخذوا ورقات اخرين وكنحسوا بان الورقه كلها مقيوسه باليدام، ما ديروهاش ناشفه. كنحاول يعني نعطيكم جميع التفاصيل خصوصا المبتدئات، ما نغفل حتى حاجه، داكشي علاش كنهضر بزاف، فكنعتذر منكم رغم يعني الفيديو طويل، فخاصو يكون هكا باش يكون مرجع للجميع. صافي غادي نستمر غندير غير ثلاثه ديال الوريقات، كيبقى على حسب الحجم ديالهم. هذه ورقه متوسطه داكشي علاش احتاجيت ثلاثه، وكنبقى ندخل من الداخل ونحاول نتاكد ان ما بقات لياش مجموعه او مكردغه كما كنقولوا في اللغه العاميه ديالنا من التحت. وانا كنقاد ونضغط حتى كنحس بها كامله تلمطات وتقادات بهذا الشكل. كنزيدو مازال نقادوها بيدينا باش تجينا سطح مستوي، ما تجيناش جهه عامره وجهه خاويه. كنضغطو بيدينا بحال كنقرصوها وحنا كنقادو. حتى لهنا كلشي غادي مزيان. اما تخليها هكا فهي يعني بسطيله تقليديه زوينه، واما نضيفو ليها اضافات يعني باش تعطينا شكل احسن، يعني مع العصر والزمن وحنا كنضيفوا الاطباقنا التقليديه اضافات اللي كتميزها، فما كتغيرش من المضمون ديالها، فقط كتعطيها اضافه احسن بكثير. هنا دهنت باصفر بيضاء غنخليها على جنب، وكما غتشوفوا معايا غادي ناخذ ورقه كندهنها مزيان بخليط ديال اليدام، وكنجرب صبعي بديك الكيفيه وكنهزها وكنديرها، يعني ندير غير ربعه منها بهذا الشكل. بالنسبه للورقه فانا خديت كيلو، اما تاخذوا اقل واما تاخذوا تانتوما كيلو، غادي يشيط لكم منه، ولكن اللهم يشيط ولا يخص تكوني انت كتوجدي البسطيله وفي التالي ما تقدكش. لذا خذوا اما كيلو اما كيلو لارب. اذا كنتوا غادي تزينوا غديروها كبيره، كنتوا غديروها صغيره خذوا غير نص كيلو كافيه. هنا خديت وحده اخرى بنفس الطريقه، غادي ناخذ صبعي الكبير وكنبقى كنجر وانا شاده بالصبع الاخر. راه طريقه سجد سهله، وكناخذها ونهزها ونوضعها فوق البسطيله، ونحاول دوك الاطراف نديرهم من الداخل ونثبتهم مزيان. ولا بالي لكم يعني صغيورين نديرو شويه ديال الاصفر ديال البيض باش يشد لينا من التحت. صافي وها هي واجده، كنثقبوها مزيان باش ما تطرطقش لينا في الفران بكيور دون. اما كطيبوها مباشره اذا كنتو غتوجدوها ديك الساعه، اما كطيبوها نص طيبه وديروها في المجمد وتخليوها حتى تبغيوها تكملوها الطياب وتقدموها، واما بحالي انا غادي نقدمها الغد فغير في الثلاجه. كما لاحظتوا راني بدلت ليها الصفيحه لان الاخرى ما بغاتش تدخل لي في الثلاجه، فما رديتش البال لذا رديتها لهادي. وبالنسبه للطريقه ديال اننا نحولوها فسهله، كناخذوا شي صفيحه اخرى بحالها مسطحه ولا شي تفصيل كنقلبوها عليه وكنعاودوا نقلبوه في داك المول اللي غادي نديروا فيه. ضروري اداه اخرى كنغطيها بالفيلم اليمونتير مزيان باش ما تاخذش لينا
الريحه ديال الثلاجه، كنخليوها عادي حتى الغدليه، كان اكثر كنأكد طيبوها نص طيبه وخليوها في المجمد، ملي تبغيوها جبدوها ودخلوها مباشره تطيب في الفران وهو سخون شوي مسخن من قبل ودرجه الحراره منخفضه باش كطيب على خاطرها. حتى انا غادي ندخلها لدرجه الحراره منخفضه في الفران مسخن من قبل، نبعدوها على النار ونخليوها تطيب على خاطرها باش كطيب لينا من الداخل. الورقه تتقرمش وما كتبقاش لينا من الداخل بحال البلايص اللي مدوبله فيهم خضره. كنأكد دائما طيبوا على حاجه على خاطرها، ما تزربوش عليها، يكون الوقت الكافي قبل ما تقدموها. كناخد العسل في دوك الفراغات كندهن بهم وواحدها مازال سخونه، هنا قلبتها في الطبسي في ديك الصفيحه ديال الكبيره وعاد رديتها لها الطبسي، ومن بعد انا غنحيدها كاع من الطبسي لان ما عجبنيش في التقديم ديالو. كناخد هذيك النوقه اللي كتكون طابت لينا في الفران وتحمرات ومي كتبرد فما هي كتحيد بكل سهوله منه. هذا هو لونها، كنعتذر ما وريتها لكمش قبل، كما كتعرفوا كتكون عندك الضياف فكتكوني يعني مشغوله بزاف، كنعتذر مره اخرى. ولا بغيتو نعاودها لكم يعني بالتفصيل في فيديو اخر، مرحبا والف مرحبا، راه سهله وكتجي في تزيين رائع. دوك الاماكن اللي درناهم بالعسل غادي ندير لهم اللوز ايفيلي وممكن كونكاسي محمر، راها محمره مزيان غير مع الاضاءه بانت هكا كما راك تلاحظوا. الجهه الاخرى اللي ما ضربش فيها الاضاءه بزاف كتبان محمره، راه خليتها يعني راه اكثر من ساعتين وانا دايره في الفران ديال الضو 140 درجه، ديرها في الوسط وخليتها حتى من اللي تحمرت مزيان، عاد شعلت ليها من الفوق، ما ديروش من في الاول من الفوق ومن التحت، لان غتحمر هي الاول من الفوق وغتبان لكم راها محمره ومن التحت راها خضره. وكنزينو شويه بالكونكاسي من الوسط مع شويه ديال الورد مجفف، وتزين كيبقى اختياري كما العاده. فهذوك البليصات اللي درناهم فيهم لي بلي فغادي نديرو شويه ديال السكر كلاصي كتعطيه منظر احسن، او خليوه هكاك. وها هي واجده كنقدموها بالصحه والراحه كتجي ولا اروع. كنتمنى نكون عطيت جميع المعلومات الضروريه خصوصا المبتدئات باش يحضروها، راها سهله تحمر لكم وجهكم ويعني وما تتخلعكمش، راها بسيطه بزاف. وهنايا كما كتسمعوا معايا القرمشه يا سلام طيبه مزيان وكتجي ولا اروع، يعني كنأكد عليكم راها زوينه بزاف وكتستحق التجربه. كنقدموها هكا كنقطعوها، يعني حنا فاس كنديروها بحال هذا الشكل، ولكن ملي جيت لمكناس لقيتهم اكثريه في المناسبات كيديروها بريوات، ومي كيكون بحال هكا رمضان كنديروها صغيره فرديه. وجايين عندي الناس ديال فاس فضروري غنحضرها لهم بالطريقه اللي كيبغيو. وها هي عن قرب، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، شكرا بزاف على الدعم والتشجيع، والى اللقاء في فيديو فصفى قادمه ان شاء الله، مع السلامه.